كمان النقد ما يتقبلش. فين العدل في ده؟ فين العدل؟ مين حقق معاه؟ مين اللي قال اللي مين اللي قال ان ابني هو اللي عمل ده؟ ده حاجات كتير تدل على انه ما هوش ورا ده كله. ممكن يكون حد عمل فيه حاجه، ممكن يكون ده، احنا ما نعرفش ده كله. حاجات كتير ظهرت، حاجات كتير ظهرت. الحاجات دي هتروح فين؟ الحاجات دي هتروح فين؟ واضي عليك يا رب، هقول اي هقول كل حاجه، هقول كل حاجه. لكن يحصل كده؟ ده الناس اتفعلت معاه عشان يتحاكم في يومهم، يقوموا يظلموا تاني، يظلموا تاني، والنقد يترفض. ازاي؟ ازاي؟ والحقائق ديت هتظهر ازاي؟ الحقائق ديت اللي ظهرت ديت هتتعرف ازاي؟ هم وراهم ناس، وراهم ناس، هم شكلهم وراهم ناس، لان المحامي بتاعهم كان بيتكلم بثقه قوي. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا. ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة خصصناها لعالم الجريمة، لكن بنحرص على ترسيخ مفهوم مهم جدا، إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فاعلها لن تفيده، وأن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف بقى النهاية، الفينالة زي ما بنقول، على قضية نيرة أشرف ومحمد عادل. كلنا فاكرين موضوع الطالبة الجامعية الجميلة اللي أنتوا شايفين صورها دي، نيرة. طالبة في جامعة المنصورة واتدبحت قدام اسوار الجامعه في الامتحانات، وشفنا الفيديو وهو ماسك السكينه بيطعنها وبعد كده بيذبحها، وشفنا ازاي الناس مسكوه وازاي تم تسليمه للشرطه، وشفناه ازاي بيمثل الجريمه وتم حكم الاعدام عليه وخلص الموضوع، وشفنا ازاي فريد الديب رحمه الله عليه له عند الله ما يستحقه، ازاي ان هو مبادرة من نفسه قال انا هعمل النقض وان شاء الله النقض هيتقبل وان شاء الله هنخفف الحكومة على محمد عادل. وكلنا اول ما شفنا فريد الديب بص طبعا محامي كبير على مستوى الوطن العربي كله واسم رنان ومحامين كبار، فوجئنا ان هم كلهم منحازين لمحمد عادل ضد نيرة، رغم ان نيرة هي الضحية. ليه؟ قال لك لان البنت استغلته، شاب متفوق في دراسته بيطلع بتقديرات عاليه جدا، كان متوقع انه هيتعين في الكليه وكان بيذاكر لها، لدرجه ان والدته طلعت في حديث مع شبكات التواصل الاجتماعي بتقول والله ابني كان بياخد مني المصاريف الكتب مضاعفه، وانا كنت عارفه انه بياخد الكتب معايا السعر سعرين، انا كان كتاب ب 10 جنيه كان ياخد 20. ليه؟ عشان يجيب لي نفسه ويجيب لي نيره، ده غير الهدايا اللي كان بيجيبها النيره والهدوم اللي كان بيديها لها في المناسبات، وكان اهلها عارفين كمان، وانه مستغلوا الولد استغلال سيء جدا هي واهلها، وان هم ابتزوه ماليا بحته ان هم عارفين الولد بيحب بنتهم نيره، والمحامين استغلوا الموضوع ده انه الولد فعلا مؤدب، وخلي بالكم هو للاسف وحيد على اخواته البنات، واخواته البنات كلهم بسم الله ما شاء الله في يعني في كليات مرموقة، وهو الوحيد اللي فيهم اللي مسؤول عنهم، معروف في المنطقة انه خجل جدا، مؤدب جدا، متدين جدا، ختم القرآن الكريم. لكن للأسف البنت زي ما بيقال ان هي قدرت تستغله، استغلت جمالها، استغلت شبابها، وقعت في حبها، كان بيشرح لها، بيذاكر لها، بيلقص لها، بيجيب لها هدايا، حتى الكتب كان بيدفع مصاريفها ليها. وفجأة بقى زي ما أمه طلعت وقالت، للأسف فوجئ إن هي غيرت مرة واحدة تعاملها معاه، لدرجة إنه في أيام الامتحانات تفت، عفوا أنا آسف الكلام ده على لسان أمه، في فيديو طلعت فيه تفت على وشه، فأثناء الامتحانات طلعت تفت على وشه وكانت بتسخر منه قدام زمايلها وخلته مسخة قدام زميلاتها في الجامعة، وآخر مرة في الامتحانات استدعى الضابط الأمن بتاع الكلية وقالت له طلع الولد ده من بره ده بيشتمني. فهو بتقول والله كان بيخبط دماغه في الحيط، ابني عادل كان محمد عادل كان بيضغط بيخبط دماغه في الحيط بيقول ازاي تعمل معايا كده؟ انا اللي كنت بذاكر لها، انا اللي كنت بصرف عليها، انا اللي كنت بوكلها، كنت بشربها، كنت وفي الاخر تعاملني كده، خدتني لحم ورميتني عظم. امه بتقول لما دخلت السجن ازوره قال لي والله ما كنتش عايز اقتلها.
انا كنت متغاظ منها. فتقول ابني اتظلم وبعد كده انت حاسبونا احنا؟ طب ما تحاسبوا اهلها اللي جابوا صور بناتي وركبوها على اجساد عارية ونزلوها وشهروا ببناتي. طب تعالوا حاسبوا اهلها لما جابوا لنا بلطجية عند البيت وكان هيضربوا ابني محمد عادل. حاسبوني لما مضوا ابني على اسرات امانة بالبلطجة وقلة الادب. ابني اتحمل كتير. تعالوا حاسبوا العصابة دي. قصدها على مين؟ على ام منيرة واهلها. الكلام ده مش احنا اللي بنقوله، ده على لسان ام محمد عادل. وكلنا انتظرنا النقد اللي كان فريد الديب رحمه الله عند الله ما يستحقه ومحامين كبار كانوا مقدمين، وكان عندنا امل كبير قوي تعاد محاكمته مرة اخرى والنظر في عقوبة الاعدام بتخفيفها او تأييدها. وجات بقى الحكم النهائي ان المحكمة قبلته شكلا النقض ورفضته موضوعا، يعني الحكم تأيد على محمد عادل وكلها ايام وهيتعدم ويتسلم جثمانه لامه ولقوات البنات. لو انتوا فاكرين محمود نظمي اللي قتل ولاده من فوق كوبري فرسكور رماهم موتهم، اتنفس حكم الاعدام واهله استلموا جثمانه وشفنا الجنازه وهم بيدفنوه، رغم ان الناس لغايه دلوقتي مش مصدقين ان محمود نظمي قتل ولاده. زي دلوقتي في ناس لغايه دلوقتي متعاطفين جدا مع محمد عادل بيقولوا حرام يا جماعه، اهله اهل نيره اهلها ابوها وامها واخواتها هم اللي دفعوا محمد عادل بالضغط النفسي اللي عملوه. ونيره لما تفت على وشه عفوا ولما شتمته وضحكت زمايلها عليه هي اللي دفعته لكده هي واهلها، وان محمد ما يستحقش حكم الاعدام. طبعا حكم القضاء لا تعقب عليها، لكن محامي محمد عادل بيقول يا جماعه محمد عادل مريض نفسي لابد من ان احنا نعرضه على الطب النفسي علشان فعلا ما يتحكمش عليه بالاعدام، لان الضغوط اللي تعرض لها من نيره ومن اهلها خلوا الولد اصيب باكتئاب غير عادي، اكتئاب حاد فرغ عن نفسه ان هو راح عمل كده. بس انا عايز اقول على كل حاجه، خلاها انها تفت عفوا على وشه، خلوهم ان جابوا بلطجيه ومضوها على صلاه من اهلها، خلوه ده يخليه يروح يذبحها، ياخد سكينه ويركب الموتوبيس ويستناها اول ما تنزل يذبحها. يعني يا محمد عادل انا عارف ان انت متفوق وعارف ان انت كان مشروع شاب جميل جدا ومتدين وبتعرف ربنا، بس انت بفعلت انت عارف لو طعنتها، لكن انت طعنتها واول ما شفت الناس بيجروا عليك خفت حسيت كل لسه عايشه رحت ماسك راسها ودبحتها. يعني يا محمد طبعا ما اقدرش اقول ان احنا بنقول تحصل معجزه، زمن المعجزه انتهى وانت تقعد عليك حكم الاعدام وايام واهلك هيستلموا جثمانك، بس انت حبك ليها احنا مقدرينه، لكن انتقامك ما يكونش بالشكل ده. ياما ناس حبت واتظلمت، ياما ناس حبت واتخانت، لكن انت يكون انتقامك من نيره بهذا الشكل. طبعا والدتك وشفت تسجيلها وشفت رسائلها الله يكون في عونها، واخواتك هيتجننوا عليك، لكن انت اللي عملت في نفسك كده يا اخي. في بدل نيره فيه مليون نيره، وانت كان قدامك مستقبل كبير بتفوقك، ليه حصرت نفسك في دي؟ وصل نفسك انت تقتلها يا اخي. اضربها رغم ان ده غلط، اكسر لها رجل يا اخي، شوهها يا اخي، ما تخلناش نقول كلام غير قانوني، لكن توصل تذبحها ذبح الابل في الشارع؟ خلاص اذل الستار. وزي ما قلت في حلقات قبل كده قلت لهم لو طلع السماء نزل الارض حكم الاعدام لازم يتنفذ، لان دي قضيه بتمس امن مجتمع. ازاي شاب يحب واحده وادين شايفين في الاردن قلدوه، في ليبيا قلدوه، في لبنان قلدوه، كل الناس يقول لك هخليك زي نيره، فكان لازم يتعدم علشان يكون جرس انذار لكل واحد تسول له نفسه ان يقتل واحده في الشارع بالشكل ده. بنشكر القضاء المصري، بنشكر وزاره الداخليه، بنشكر كل اللي خد القضيه دي كنوع من الردع النفسي لكل من تسول له نفسه ان هو يرتكب جريمه بالبشاعه دي. ايام وهنعلن استلام جثمان محمد عادل من قبل اهله ودفناها في مقابر الاسره عشان نصدر الستار نهائيا على قضيه نيره اشرف ومحمد عادل. هنقول في النهايه شاب وضيع نفسه، وبنت تصرفاتها واغترارها بجمالها وشبابها
خلى مصيرها جوه قبرها. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل.